كان في حاجة دلوقتي موجودة حاجة انا دلوقتي الصبح كان في بلدية الصبح كان في بلدية وشالت ناس كتير يعني. البلدية كانت موجودة عشان بتطهر المنطقة يعني بتنظف المنطقة بس في كلام بيقولوا ان كان في هنا قنبلة بداية الصنع وقفوا مفعولها من حوالي ساعة كده. لا مفيش حاجة حصلت من ده. في المحيط ده الشارع ده اسمه ايه؟ الشارع ده هو ده كلية البنات. ده سور جامعة الأزهر. جامعة الأزهر. يعني مفيش أي مشاكل هنا في المنطقة أو في محيط السور أو لا مفيش حاجة حصلت. لكن الصبح كان موجود البلدية. طب البلدية كانت موجودة ليه النهاردة؟ مش عارفة. ما ممكن كانت موجودة برضو بتأمن. ممكن. يعني ممكن كانت موجودة بتأمن عشان في بس حضرتك يعني النهاردة بقالهم كتير ما نزلوش النهاردة نزلوا. النهارده نزلوا عشان الناس اللي بتاكل عيش دي بنتمنى يعني ساعات بيبقى فيه مظاهرات ما فيش حد بيجي الا الحكومه بس. انت صاحب فرشه هنا صح؟ اهو وانا برضه صاحب وانت صاحب فرشه؟ طب انت شايفه ان وقفتك في الشارع ديت يعني كويسه في ظل الظروف اللي موجوده دلوقتي؟ طب هنعمل ايه يا باشا؟ معانا هنعمل ايه؟ لقمه عيشنا ويعني كل واحدة مننا معاها يعني ده ايه يعني ده بيجي عشان ايه؟ طب لو الحكومة خصصت اماكن للبيع والشراء او يدوكوا اكشاك مثلا يا ريت اذن عليكم يا ريت يا ريت يا باشا يا ريت الواحد يعني يرتاح. الواحد مثلا معاه بتاع 6 عيال ولا 7 عيال بيصرف عليهم والله العظيم احنا معانا 8 هيعمل ايه؟ والله معانا 8 هنعمل ايه؟ وقاعدين في الدوقة وقاعدين في اوضة وانت شايف حال البلد من الدويقة وصاحبة فرشة اللي هو في المربع. لا انا مش صاحبة فرشة يعني احنا على قدنا كده فرشة اهو يعني شوية مناديل برضو. بص اهو النهاردة ولا بعنا ولا اشترينا. بص حضرتك اهو بسبب ايه؟ من سبب البلدية بقى. البلدية جت لمت ال بتيجي بتلم الحاجة وتاخدها. طب تقول ايه رئيس الحي اللي موجود في مدينة نصر؟ اقول له ايه؟ هو الصراحة راجل محترم بأمانة. راجل محترم جدا. وعمره ما أذانا. كان لما يجي ياخد حاجتنا كان يدينا بالأدب ويقول لنا ما تمشوش يعني ما تقعدوش في الشارع ولا تعملوا طيب كده. ما قدم لكمش حلول؟ ما مكان مثلا لا ما عملناش بصراحه. وكل ما نروح له يقول ورق مش عارفه ايه كون. طب احنا معانا عيال هنعمل ايه؟ اعملوا لنا سوق ونقعد فيه كلنا وناكل منه عيش بس مانو. ايوه اي حاجه كده.